صباح الخير يا ريم. شغل المصريين ورعب المصريين لأن الشاب هو أربعيني ومش باين عليه أي أثار إجرام. هو شاب خريج إحدى الجامعات الأجنبية في مصر وبيسكن في حي التجمع الخامس ده من الأحياء الراقية، وعنده صفحة على التيك توك عليها مشاهدات وعليها فولورز بالملايين، بيعلم فيها اللغة الإنجليزية. فشخص عادي من اللي بنشوفهم كل يوم، وفوجئنا أو فوجئ المجتمع المصري بأنه سفاح للنساء. امبارح الأمس النيابة أصدرت البيان التفصيلي للتحقيقات واعتراف المجني عليه. هو كان بيتعرف عليهم على الإنترنت ويستدرجهم إلى شقته في التجمع الخامس، وكان عازل إحدى الغرف يعني عشان ما يطلعش منها صوت، كانت إحدى الغرف معزولة، ويقعد يعني يتعاطى المخدرات وبعدين ويقيم معهن علاقات، وبعدين بيديهم مخدر ويبتدي يعذبهم ويخنقهم ويقتلهم ويصور كل ده بالفيديو، وبعدين بيلقي بجثثهن في الطريق. اللي اكتشف القصة دي كلها منها كانت جثة سيدة اكتشفت على طريق بورسعيد، وقدرت النيابة أنها توصل للقاتل لهذا القاتل، وتباين بعد كده لما قارنوا الجثث المجهولة اللي لقوها الفترة اللي فاتت إن هي كانت هي نفس هو نفس القاتل. واعترف حتى الآن الاعترافات أو بيان النيابة أظهر 3 ضحايا. هناك أنباء عن إن هناك 4 ضحايا، ولكن حتى الآن بيان النيابة هو 3 ضحايا. حاول الهرب من الشرطة أثناء أو من يعني من الشرطة أثناء إعادة تمثيل الجريمة، ولكنهم تمكنوا من القبض عليه مرة أخرى، وهو حاليا محبوس على ذمة القاضية لمدة 2 أسبوع. يعني شيء مخيف بالفعل. اليوم رح نناقش هذا الموضوع أيضا في فقرة خاصة عن شخصية هكذا نوع من الناس وكيف يجب أننا نحترس منهم.